السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ورقم اللايك عشان يوصل لكم الجديد، ولأنه فيكم بأسعار دفايات السرير ومفرش الزينة في مصر 2022. السعر الخاصة للدفاية ذات الوجهين، وجهة قطيفة وآخر من الفرو الناعم، مقاس الكبير 220 و240 سنتي ب 350 جنيه. سعر الدفاية ذات الوجهين القطيفة والفرو للمقاس الصغير 150 سنتي و220 سنتي، مبلغ 240 جنيه للدفاية الواحدة. يصل سعر الدفاية القطيفة السادة المقاس الكبير إلى 180 جنيه والمقاس الصغير إلى 120 جنيه. الدفاية القطيفة ب غرزة عش النملة والمضلعة والقطيفة الحفر، المقاس الكبير سعرها 200 جنيه والمقاس الصغير 150 جنيه. ثمن دفاية قطيفة المحفورة بالليذر، مقاس كبير يبلغ حوالي 220 جنيه والمقاس الصغير 180 جنيه. سعر الدفاية المهير الخفيفة قماش مشجر 95 جنيه. الدفاية المهير الخفيفة سعرها 85 جنيه. دفاية مهير المحملة بمبلغ 100 جنيه. الدفايات التركي المستوردة يصل سعرها إلى 360 جنيه. هذا النوع من أفضل أنواع الدفايات. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار دفايات السرير ومفرش الزينة في مصر 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعم الأبراج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.